أنبياء دفنوا في العراق؟ نبي إبراهيم. شيء موجود في مبردة الهواء؟ الحلفة. أحد أجزاء قدم الإنسان؟ الأصبع. شيء موجود في ساحة كهرمانة؟ كهرمانة، تمثال كهرمانة. اسم فتاة يبدأ بحرف الراء؟ رباب. أوكي. الإجابات كانت سريعة ودقيقة، وقبل انقضاء الوقت خلينا نشوف إيش قد جابت لها نقاط هذه الإجابات الخمسة. تفضل. السؤال الأول كان أنبياء دفنوا في العراق. أنت قلتي النبي إبراهيم عليه السلام وصفر. السؤال الثاني كان شيء موجود في مبردة الهواء. أنت قلتي الحلفة، والحلفة جابت لك 20 نقطة. السؤال الثالث أحد أجزاء قدم الإنسان. قلتي الأصبع، أصابع، وجابت 32 نقطة. السؤال الرابع كان شيء موجود في ساحة كهرمانة. قلتي تمثال كهرمانة موجودة 31 نقطة. السؤال الخامس كان اسم فتاة يبدأ بحرف الراء. قلتي رباب، ورباب موجود بها الراء. إذن 103 نقطة، نتيجة معقولة جدا جدا. تفضلي سيدة أسماء. خلي نشوف الآن الأخت شهد إذا قدرت تجاوب على الخمس أسئلة حتى توصل إلى 200 نقطة. يلا تفضلي أخت شهد. شهد. نعم. سألت الأخت أسماء خمس أسئلة وكانت إجاباتها أخذت عليها 103 نقطة، يعني سهلت لك الأمر، فبالتالي ممكن أن تجيبين 97 نقطة وتوصلين إلى 200 نقطة وتفوزون بالجائزة قيمتها 10 مليون دينار عراقي. أنبياء دفنوا في العراق. باس. شيء موجود في مبردة الهواء. فيطام. أحد أجزاء قدم الإنسان. أصبع. شيء غير. مشط. شيء موجود في ساحة كهرمانة. تمثال كهرمانة. غير. باس. اسم فتاة يبدأ بحرف الراء.